لتحضير سلطة بطاطا حلوة بالكنوة. ممكن نبدلها بأي شيء تاني الكنوة طبعاً. 2 كوب بطاطا حلوة مقطعة ومشوية، نص كوب كنوة مسلوقة، 2 باقة جرجير مقطع جوليان طبعاً أو بدك يا ورق بصير، ربع كوب من النعنع المفروم، لوز ني بقشرة، جبنة فتة أو حلوم مقطعة. الدريسنج بدنا عصير ليمون، زيت زيتون، معلقة صغيرة من الماسترد أو الخردل، معلقة صغيرة من العسل اختياري، أنا ما رح أحط بس إذا بتحبي بيطلع زاكي كمان، معلقة صغيرة من الخل الأبيض، معلقة صغيرة من برش الليمون، زعتر ناشف وملح. يا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بالنسبه للبطاطا الحلوه، يعني انا هاي السلطه شيء كثير بسيط واكيد انتم بتعملوا اطيب منها بألف مره، انا عارفه، بس احنا بدنا نعملها عشان نحكي عن تركات الكنوه، نجاوب على اسئلتكم وكمان سؤال اللي هي البطاطا. الكنوه هي عباره عن نوع من انواع الحبوب غنية جدا بالألياف، بس تاكليها بتحسي بتخمة، بتحسي حالك كتير ماكلي أشياء ما بتجوعي بعدها، فاللي بتاخد حصة كبيرة من صحن السلطة اللي فيه الكنوة بساعدها بالرجيم، بساعدها بالنظام الغذائي الصحي. هي أول إشي غششتكم إياه أنا بعمله اللي هي الكنوة، هذا إشي فخم جدا. تسلقيها، بتصفيها، بتبرديها، تحطيها بالثلاجة أسبوع، بتضلك رايحة جاي تستخدميها. هاي كيف إحنا بنشتغل فيها؟ في ستات أو في شفات بنقعوها، أنا بفضل سلقها لحتى ما تنفخ معدتك وتحسي بألم. هي أول شغلة. تاني شغلة، كل نص كوب بده 2 كوب مي، يعني بده يغمرها كتير. لما بتفتح بتصير معك هيك مقشورة، شايفة كيف هيك بصير شكلها لما بتسلقيها، تمام؟ في منها الكنوة، في منها أبيض أحمر أسود. شو الفرق يا شيف بالألوان؟ القيمة الغذائية والفائدة. أغلى نوع السودا، بعدين الحمراء، بعدين البيضة، أغلى نوع. هلأ الحلو أنه صار في بالسوق مخلطة 3 ألوان، أبيض وأحمر وأسود. شو كمان في فرق بينهم؟ مدة الاستواء. مثلاً هاي بسلقها بعشر دقايق مثلاً، الحمراء ربع ساعة، السودا ثلث ساعة مثلاً. هذا هو الفرق بالألوان. البطاطا الحلوة والله على ما أقوله شهيد، طلعي ولا نقطة زيت بالصحن. تستغرب انه بطاطا حلوه مستويه بدون زيت محمره، شو عملت فيها؟ صراحه انا هاي بالبيت حضرتها بالقلايه الهوائيه بالاير فراير. اللي عملته فيها كالاتي، حطيت تحت الجرار من تحت مي، خليتها تستوي من جوا على البخار، لما نشفت المي على حراره الهواء السخن البطاطا تحمرت. طلعي طلعي البطاطا اخذت هذا اللون من حراره القلايه الهوائيه. طب أنا بشوفك على شاشة التلفزيون الأردني بس والله ما عندي قلاية وحابة أعملها بهاي الطريقة الصحية وبسرعة وبدون ما تغلبني وما بدي أحمرها بالفرن، شو تسوي؟ على مصفاية تحتيها مي مغلية على الغاز أو طنجرة المفتول، بتحطي بتقطعيها مكعبات بتحطيها بالصفاية وتحتيها مي سخنة. هاي المي السخنة رح نسلقها إحنا على البخار، ما رح تشرب مي لأنه فيها سكر. وبنفس الوقت شو بدي أعمل؟ بقلاية ناشفة اعمليها سوتيه، بدك تحطي نقطة زيت، حطي بخة خفيفة، لما نعملها سوتيه مع السكر اللي موجود في البطاطا رح تتحمر. إذا هاي طريقتين، قلاية هوائية أو سلق. إذا ما بدك وجع هالقلب تقدر تبليها بزيت وبهار وملح وفلفل وحطيها تحت الشواية، بس اللي رح يصير رح تضل تعلك معك بتنشف لأن السكر اللي فيها بتكرمل بالفرن. فهذا هو سبب اللي خلاني أفكر بهاي الطريقة فقط مش أكثر. موضوع اللوز الني، أي نوع من أنواع القلوبات أو الناتس أو المكسرات النية هي إشي كتير مهم لصحة عضلة القلب، يعني اسألوا عنها الدكاترة، وصفوها بالزمانات لوالدي. بس في أنواع اللي هي المكسرات اللي خلينا نحكي الصحية نية طبعاً، لا ملح ولا غيره، تمام؟ رح نسوي هلأ إحنا شو؟ الدريسنج. الماسترد أو الخردل وين ما بيكون دايماً فيه بيكون بحده عسل، أنا ما رح أحط عسل لسبب، ما بدي نسبة سكر لأني عاملة نظام غذائي ورجيم مثلا، بس أنت بدك تحطي حطي. هاي معلقة صغيرة ماسترد، إذا إحنا عم نحكي عن نكهة جدا بسيطة. رح نحط كمان خل بيعطي مزازة مع حلاوة البطاطا. كمان رح أحط برش ليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، برش ليمون أصفر بدون لب عشان ما يعطيني مرار. وكمان رح نحط شوية أوريجانو، زعتر ناشف اختياري إذا بتحبي. عصير ليمون، ايوه تمام. وكمان راح احط زيت الزيتون الاساسي بكل دريسنج اكيد لا غنى عنه، احنا شعب بنحب الزيت كمان بالاضافه الى الملح.
بسم الله. هاي الملح. ما تنسي إنه الخردل نكهته قوية، فخلي إيدك شوي خفيفة في موضوع الدريسنج. طبعاً بعد الوسك مش رح يزبط غيره أو المضرب. يعني موضوع السكر وموضوع الرجيم وهاي الأمور هي بس بدها ضبط نفس وتتعودي، تكون عندك إرادة، والأهم حسن إدارة بإدارة وجباتك فقط. مثلاً في عنا بالمطبخ ستيفيانا. ستيفيانا هو عبارة عن محلي من عشبة ستيفيا، في منه بالأسواق المرتبنات وفي منه اللي هي العلب الكرتون. العلب الكرتون اللي هي فيها الأكياس بتحلي فيها، فيها معلقتين صغار من بديل السكر. هلأ اللي بفرق بستيفيانا عن أغلب أنواع المحليات والبدائل الموجودة بالصيدليات، اللي بفرق عنها إنه هي ما بتعطي مرار. في بعض أنواع المحليات بس تيجي تستخدمها بتشعر إنه طعم القهوة مر، أو الشاي تغير، أو القرفة تغيرت، أو السحلب. فهذا الستيفيانا هو نوع من أنواع المحليات اللي لا بتمرر ولا بتغير نكهة نهائياً، كتير رح تنبسطي عليه. بنباع بالصيدليات. الباود المرتبنات الأزاز هي اللي بتكون عشان تعملي فيها الحلويات. مثلاً بدك نص كوب سكر، بدل ما تحطي سكر عادي حبيبات بتحطي سكر استيفيانا المرتبان الأزاز. الكياس اللي هي بتحلي فيها بالكاسة هي هاي، فيها معلقتين صغار من بديل السكر. لوز ناي برضو، إحنا كمان قاعدين بنحكي في بدائل غذائية زاكي. أيوة هذا استيفيانا المرتبان من جوا كله باودر عشان للمقادير اللي بتحتاجيها. نص كوب سكر بتحطي مكانها نص كوب استيفيانا. الثاني الباكيتات هاي الموجودة بالصيدليات. تمام. ما قربت لسه على الجرجير. الجرجير أصلا فيه سوائل، فلما نبلش نحط الدريسنج عليها هتحسي إنه يدبل. فإحنا هلأ رح نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. نحرك بالسلطة هالشكل. فيك تحطي رمان، فيك تحطي أي نوع من أنواع المقادير. الثانية رح نجيب صحون التقديم. البطاطا الحلوة بالسلطة عالم آخر من النكهات. الفتة فيها ملوحة، البطاطا فيها نشويات وفيها سكر. لما أنا جهزتها بتكون هيك طعم الحلى فيها خف. فالأحلى من هاي الأمور اللي هي النكهات اللي بدنا ناخدها بنهاية الطريق. فأنا هلأ رح أوزع ورق الجرجير مقطع جوليان عشان نعرف ناكله. بسم الله. تمام. أيوة. وبعدين رح نوزع البطاطا مع الفتة. ممكن مكان اللوز إذا ما بتحبي تحطي حبوب، خليني أحكي، اليقطين والقرع. فيك تحطي أي نوع من أنواع المكسرات اللي بتحبيها. هلأ بعض أنواع السلطات بتحتاج إنك تحمصي. بدك إشي صح، بدك إشي ما يوجع أسنانك وكمان يكون غذائي ومغذي. أنا ما بحب أحمصهم بالسلطات نهائي، بحب زي ما هو أفضل. نحاول نوزع الحصص دائما بطريقة مناسبة حتى كل واحد ياخذ الحصة الكاملة من السلطة. يعني لو صحن صغير بيكون على الطاولة، إلا يطلع لك واحد بالعيلة يا مش عاجبك الطبخة، يا إما حدا بحب السلطات فاستغلي. اللي أولادها بحبوا السلطات دائما استغلي هاي النقطة وحاولي ذكريهم فيها صيف شتاء، يعني لا تبعديها عن بيتك أبدا. طيب رح نوزع الدريسنج. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
كتير زاكية، كتير مو شوي. امبارح بالمؤسسة العسكرية الطابق الثاني، يعني ما في إشي اسمه مواد تنظيف وشركات منظفات ولا حتى كمان، يعني حتى اللي بدوروا عن البدائل رح تلاقوا شغلات أصلا رح تستغربوا إنه إحنا لقيناها، لأنه شغلات أصلا كانت مش موجودة بالأسواق أو حتى كانت فترة وانقطعت. إشي بفش القلب. في قسم كهربائيات، قسم ألبسة، يعني فعلا هالمبنى الضخم اللي بنشوفه من برا حتى بالمحتوى من الداخل جدا ضخم جدا. الله يقويهم يا ربي دائما ويعطيهم الصحة. والملحمة كمان على فكرة قلت لكم دائما بأنه مش أي حدا بنشرى من عنده لحمة، بس لما تروحوا رح تلاقوا بلدي، رح تلاقوا روماني، ورح تلاقوا مستورد وفاكيوم ومبرد وفريش، كل شيء كل شيء. الله يقويهم. يلا رح ننقلهم مكانهم. بسم الله. عشان تشوفوهم بالشكل النهائي. هاي هي كمان رح استغل الفرصة وأورجيكم استديانا. هذا هو استديانا اللي سألوني عنه الستات. وفي ناس كتير بتقول إنه على المستوى الصحي بشكل عام بدائل السكر أو المحليات هي مش صحية. ما في إشي بفوت على الأسواق الأردنية ولا إشي بتواجد للمواطنين ممكن إنه يأثر على صحة المواطن لو 0.5%، فهذا إشي مفروغ منه. عشبة الستيفيا أو ستيفيانا المحلى من ورق الستيفيا بحلي، يعني هذا الكيس رح أفتح لك إياه على الستيشن أو حتى على المعلقة عشان تشوفي. يعني أنا إذا بدي أحلي كاسة الشاي بستخدم نصه، معلقتين صغار من بديل السكر. فلو جبنا معلقة طعام مثلا وفتحنا عليها من المحلي ستيفيانا وفضيناها بمعلقة الأكل لحتى نشوف قديش كمية السكر اللي موجودة فيها، شايفة؟ ما عبت معلقة الطعام، إذن هي معلقتين صغار فقط، هاي شايفة؟ يعني بدك على الريحة القهوة ممكن تحطي كمان ربعها. هذا بالنسبة للي هي الأكياس الصغيرة الموجودة بالصيدليات. إذا بدنا نفتح المرتبان بدك تعملي مهلبية لكل 3 كاسات كبار حليب مثلا بنحط ربع أو نص، خلينا نحكي اللي عندها صغار، نص كوب بنحط من السكر الأبيض الحبيبات. إذا بدك تستخدمي من ستيفيانا بتستخدمي نفسها نفس العيار، بس كمان بنفس الوقت هو بديل من المحليات. شايفة؟ هاي باودر. هلأ حتشوفي من هون هاي، فهاي الكمية بتكون أوفر للناس اللي بتستخدمها باللي هي خليني أحكي بودنج، حليب، سحلب، رز بحليب، مهلبية، أي نوع من الأنواع. وإن شاء الله صحة وهنا على قلبكم دائما. رح نذكر دائما ونشكر بوجود شركائنا ورعاتنا بمطبخ التلفزيون الأردني، معكرونة جوستو. معكرونة جوستو أنا رحت على المصنع صراحة تفاجأت بحجم التصدير حتى أكثر من اللي بفوت على السوق المحلي، على قد ما إحنا ما شاء الله منتج أردني. هاي المعكرونة من جوستو، حجم الكيس 300 جرام وكل الأنواع موجودة، وجودة المنتج جدا 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 عالية، نسبة النشا فيها مضبوطة. طلعي إشي 5 نجوم، ما بتخبص ببعضها. وبعدين مش من نوع المعكرونة، خليني أحكيها بالعامية عشان توصل اللي بقلبي توصل للستات. في معكرونة بتفشفش صح؟ بيكبر حجمها كتير ببطل شكلها حلو بالطبخ. في معكرونة بتفوت ببعضها كتير بتخبص. في معكرونة كمان بتبخ نشا وانت بتسلقي فيها بتشعري إن المي صار لونها أبيض. هاي المعكرونة زي ما بتشيليها زي ما بتحطيها لا بتلزق، ما بتفوت ببعضها، ما بخرب شكلها. لما بتجربيها ادعي لي، موجود بالمؤسسة العسكرية مليانة على كل الرفوف. بالنسبة للي هي النودلز من جوستو كمان موجود منها عدة نكهات، سعرها
ما في إشي ببلاش، بس ببلاش إلا ربع يعني شوي. سعرها كتير فرق عن الأصناف التانية وطعمها كتير زاكي، بس الحر اللي فيها حر، فلما بدكم تحطوا حر ديروا بالكم منها. هاي هي نودلز جوستو. أما بالنسبة لبهارات إسناد ففي منها البهارات الخلطات، يعني البهارات اللي هي بتيجي بالعلب المربعة، الخلطات في منها بيجي بالعلب الكرتون، وكتير أصناف تقريبا صارت موجودة بالسوق الأردني تقريبا 100 صنف موجود، وهي بهارات سعودية كنا نجيبها بالزمانات من السعودية بس الآن صارت موجودة بالأردن. الخلطات للبرياني والدجاج بزبدة إلى آخره صارت موجودة ومعبية الأسواق. الله يوفق كل تجارنا وأبناء بلدنا وكل أبناء السوق المحلي وكل حدا بيشتغل في مجال المواد الغذائية وكل المجالات. الله يوفقكم دائما ويرزقكم اللي معانا واللي مش معانا، دائما احنا بنكبر فيكم والمجتمع اكيد بيكبر فيكم كمان لما بتكونوا في اعلى المراتب. هيك وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا العام ب 31/12/2023 وبكره 1/1/2024 وكله بمشي وبعد من عمرنا. ما بدنا الا بس الستر والصحه والعافيه لنا ولكم ولكل الامه العربيه والامه الاسلاميه. ان شاء الله ضلوا بألف خير يا رب، وكل سنة وانتوا وعائلاتكم وأولادكم وحبايبكم وأزواجكم بألف خير، وإن شاء الله يا رب بلدنا أهم إشي يضل بالأمن والأمان والأمان والاستقرار، وإن شاء الله أمنياتنا للنصر لأهل غزة وأهل فلسطين الحبيبة. يا رب نضل شايفين حالنا فيكم ورافعين رأسنا فيكم دائما، وهيك إحنا ودائما وكل العمر، فعلا شعب جبار ويستحق الاحترام. يا رب الله يكون معاكم، هاي هي أمنيتي أنا لهذا العام صراحة، ما عندي أي شيء تاني أتمنى إلا النصر لفلسطين ولأهل غزة. اللهم آمين. ديروا بالكم على حالكم، نشوفكم على خير وسلامة بهمة جديدة وعمر جديد، كبرنا كمان سنة ربنا نختير. المهم الصحة والعمر شباب، ديروا بالكم على حالكم، أشوفكم بكرة إن شاء الله تعالى. سلام، باي باي.